خالد عبد الجليل، مستشار السيد الوزير للشؤون السلام. لا حاجه كده بدل عشان حفظي كمان. هو الحقيقه انا عايز بالنيابه عن الوزاره الحقيقه اشكر استاذ كمال عبد العزيز واشكر الصديق والزميل محمد حفظي على المجهود الكبير اللي عملوه في الشهور اللي فاتت. الحقيقه هذا المجهود، وانا بوجه هذا الكلام لكل زملائنا واصدقائنا من الاعلاميين والصحفيين الموجودين، حقيقي بيشتغلوا في ظل ظروف قاسيه جدا، في ظل ظروف صعبه جدا. طبعا هم حاسين بظروف البلد، حاسين ان البلد بتعدي بفتره فيها يعني اختناق اقتصادي وضائقه اقتصاديه. المخرج امير رمسيس معانا في بوابه اخبار اليوم، اهلا بيكي. عايزين نتكلمنا النهارده عن مشاركتك من خلال مهرجان الاسماعيليه للافلام القصيره. انا بشارك السنه دي في مهرجان الاسماعيليه بفيلمي عن يهود مصر نهايه رحله، هو الجزء الثاني من تجربة عن يهود مصر اللي يمكن الجمهور المصري شافها السنة اللي فاتت في دور العرض، والفيلم هيكون إن شاء الله مشارك في المسابقة الرسمية وهيكون فيلم الافتتاح للمهرجان. تكلمنا عن ردود الأفعال اللي أنت تلقيتها من خلال عرض الفيلم في العديد من الدول اللي هو فيلم يهود مصر. هو الجزء الأول لحسن الحظ حقق حالة نجاح في عرضه في دول كتيرة جدا، يمكن أتيح لنا كمان إن احنا نبقى أحد الأفلام القليلة جدا المصرية اللي حصل لها توزيع تجاري في أمريكا وإن هي تنزل في دور العرض. واعتقد ان الفيلم عمل حاله كويسه جدا، يعني لا زال لحد دلوقتي بيطلب في مهرجانات ولا زال في جمهور كتير جدا حابب يشوفه. يعني دكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافه لشؤون السينما، اهلا بك. اهلا بك. عايزك بقى تكلمنا النهارده عن الدوره 17 لمهرجان الاسماعيليه. الدوره 17 طبعا بتقام وزاره الثقافه برعايه الدكتور محمد صبر عرب وزير الثقافه، وبرئاسه المصور كمال عبد العزيز الفنان المصور الكبير، ومدير المهرجان المنتج والكاتب الكبير محمد حفظي. يعني هي دورة شبابية، دورة بتشهد مجموعة عمل محمد حفظي مع مجموعة عمل المركز القومي للسينما مع مجموعة عمل من شباب الإسماعيلية من أصول ثقافة الإسماعيلية، فبالتالي في حيوية كبيرة في هذه الدورة. بيرأس لجنة الأفلام التسجيلية المخرج السوري الكبير محمد مظلس في دلالة واضحة على هذا التآلف بين الشعب المصري والشعب السوري. في منتدى للأفلام لأول مرة، في ورش عمل، في تعاون سينمائي وتمويل للأفلام السينمائية. يعني دورة هتبقى مختلفة بكل الوجوه. يعني جدا نورتنا في أخباري. شكرا. هو الجديد ان احنا نعرض من وجهة نظري، يعني عملنا برنامج فعلا اعتقد انه هيعجب الجمهور. قبل لجان التحكيم، لجان التحكيم السنه دي متنوعه جدا، في اسامي كبيره جدا، في اسامي كبيره جايه المهرجان سواء كمخرجين مشاركين في مسابقات او خارج المسابقه، او مخرجين ومنتجين جايين لسوق الانتاج المشترك، الانتاج المنتدى بتاع الانتاج المشترك اللي عاملينه السنه الثانيه على التوالي. احنا بنعرض يمكن 60 او 62 فيلم، مش اكبر عدد بالنسبه للمهرجان بحجم اسماعيليه، بس احنا مش مهتمين بعدد الافلام على قد ما احنا مهتمين بنوعيه وجوده الافلام وكمان التنوع اللي موجود في البرنامج. في اكتر من 35 دوله، يعني هيبقى اعتقد ان هو هيبقى اسبوع زحمه جدا واسبوع حافل بالافلام والعروض، وفي نفس الوقت اعتقد ان هيحصل تعارف كبير قوي ما بين ثقافات مختلفه ومخرجين ومنتجين من بلاد مختلفه، هيلتقوا ببعض وهيكلموا عن مشاريعهم. يعني ده اتمنى ان ينتج عن يعني في افلام يعني تنجز او تنتج بسبب المنتدى اللي احنا بنعمله ده. السنه اللي فاتت في اربع افلام كانوا مشاركين اتعملوا بعد كده واتعرضوا في مهرجانات مهمه وحصلوا على جوائز، ومنها فيلمين بيتعرضوا في مهرجان الاسماعيليه السنه دي في المسابقات. فيعني في طبعا عاملين قسم الافلام الرياضه او الكوره بالتحديد بمناسبه كاس العالم اللي هيبدا بعد ده برنامج جديد، عاملين بانوراما السينما المصريه، الافلام التسجيليه المصريه، الافضل الافلام التسجيليه المصريه اللي انتجت في ال 12 شهر اللي فاتوا. فيعني في برنامج متنوع ولجان تحكيم على اعلى مستوى ومشاريع مشاركه في وضيوف في الانتاج المشترك جايين. يعني دي اتعملت السنه اللي فاتت وهو عن ثلاث ايام بيلتقي فيها اصحاب المشاريع اللي بتتقدم مع المنتجين وموزعين من بلاد مختلفه
بحيث ان يبقى في انتاج مشترك وفي توزيع مختلف في اماكن يعني بره الوطن العربي وجوه الوطن العربي كل حاجه. والسنه اللي فاتت زي ما قلت لك كان يعني بدأ هناك حاجه, والسنه دي بنكمله ونكبره, بنديهم ورش تدريب يعني بالتعاون مع جهات مختلفه, ف يعني بيبقى في نشاط كتير قوي في الفتره دي, واتمنى انكم تحضروا وتدعموا المهرجان ان شاء الله.